بسم الله الرحمن الرحيم. غشاء بكارة، أسئلة وأجوبة. تعالوا بقى نسمع الأسئلة اللي جايلي من البنات. أكيد هتحبوا إن انتوا تسمعوا الكلام ده، لأن في حاجات ممكن هتكونوا بتسمعوها لأول مرة وفي حاجات هتستغربوا ليها جدا. بنت بعتالي سؤال بتقولي إن أنا وأنا نايمة بأحلم بأحلام معينة، ولما بصحى بحس بألم وبحس بإفرازات، ده عبارة عن إيه؟ وهل أنا كده فقدت عذريتي؟ حضرتك عذراء وبنت وزي الفل، والحاجات اللي أنت بتحلمي بيها أو بتشوفيها في أحلامك دي حاجة طبيعية جدا، وده اسمه الاحتلام أو الشهوة أو الغريزة الجنسية، دي عند الراجل والست، عند البنت والولد بتبدأ تظهر لينا التخيلات دي أو الحاجات دي في فترات البلوغ مع هرمون البلوغ. بنبدأ ان احنا بقى ايه، الطفل كده بالشاب يعني الفتى بيبقى شاب، البنت بتبقى آنسة مراهقة كده، مع هرمونات الدورة الشهرية والبلوغ والحاجات دي بنبدأ نحس بالرغبة الجنسية. الطرف الآخر الولد بيفكر في مثلا في زميلته او في الكلاس او في او جارته، البنت نفس الشيء. فالاحاسيس او التخيلات دي بتيجي، ممكن كمان بتيجي لي مثلا البنت كتبت كتابها وقبل الجواز بكام شهر كده بتبدأ برضو تحس الحاجات دي. على فكرة ممكن تحصل حتى لو زوجة وزوجها مثلا سافر بره، برضو بتحس بالحاجات دي. فالشهوة او الغريزة او الاحتلام ممكن بيحصل للبنات زي ما بيحصل للرجالة. الالم اللي انت بتحسي بيه ممكن نتيجة برضو الحلم. الافرازات دي طبيعية جدا، بتقومي بتغتسلي بتتطهري عشان انت كده تعتبري جنب، زي اكنك حائض او اكنك عملتي علاقة زوجية، بتغتسلي منها وده شيء طبيعي ولا يؤثر على تاني. مصيبة من المصايب اللي جات لي ولم اكن اتوقع كم المصايب اللي بتجيلي والاسئلة اللي بتجيلي، فانا قلت ايه بدل ما تصدم لوحدي يلا نتصدم ايه جماعة كده. فبنت بعتالي بتقولي انها كان عندها وسواس العذرية كالعادي، وكلمت دكتورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقالت لها ابعتيلي صور او فيديو عشان اكشف عليكي واعرف نوع الغشاء. فهل وقالت لي ان انا سليمه، فهل الفحص بالفيديو دوت ينفع ولا ما ينفعش؟ ارحموا نفسكم من المصايب اللي انتوا بتعملوها يا جماعه. منطقه العوره دي عوره مغلظه ومفيش حد يشوفها الا الزوج والزوجه بس، يعني الزوج يشوف زوجته والزوجه تشوف زوجها، يعني امك نفسها ما ينفعش انها تشوف المكان دوت. فمفيش حاجه اسمها اصلا انا بعت صوره واصلها دكتوره واصلها هتكشف عليا. تكشف عليكي ايه؟ انت لو عايزه تكشفي حضرتك خدي والدتك وروح الدكتورة نسا تكشف عليكي، لكن ممكن الدكتورة دي ما تبقاش دكتورة اصلا، وممكن تكون بتضحك عليكي، ممكن يكون راجل او شاب داخل وهيستغل الصور دي. ما توقعوش في نفسكم في مصايب ليس لها اي داعي. اولا حرام وعورة مغلظة، ممكن تقعي في مشكلة ساعتها بقى لو يعني فعلا يعني اهلك عرفوا ساعتها هو ده اللي هيعمل مشكلة، لكن لا يمكن وسواس العذرية يوصل بيكو ان انتوا تبعتوا صوركم وحاجات خاصة كده عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ربنا يسترها عليكم يا بنات، خلي عندكم وعي. مهم جدا واكيد بنات كتير حابه انها تعرف الاجابه بتاعته. اول حاجه يا ياسمينة، انا كنت بشوف الفيديوهات اللي انت بتتكلمي عليها عن غشاء البكاره وليله الدخله وعذريه البنات، وانت قلتي ان المهبل ما بيبقاش واسع عند البنت، لكن انا شفت فيديو لدكتوره تانية بتقول ان ممكن يبقى فيه ضعف في عضلات المهبل او سقوط مهبلي، وممكن بنت يبقى المهبل عندها واسع، فكلام مين الصح؟ يلا بينا بقى ايه نجاوب على الجزئيه دي. في فرق ما بين فتحة المهبل واسعة، وفي فرق بين ان عضلات المهبل فيها ضعف او عضلات. طبيعي ان ايه البنت يبقى فتحة المهبل عندها او عضلة مش فتحة المهبل. في فرق بين فتحة المهبل وعضلة المهبل. فتحة المهبل دي بيبقى قطرها مثلا 2 سنتي مثلا، يعني حسب بقى احنا بنقرا كده في المقالات او حاجه، مقالات تقول 2 سنتي 3 سنتي. المهم ان فتحه المهبل دي اكيد اوسع من الصباع، فالصباع ده ما ياثرش على فتحه المهبل، لكن عضله المهبل نفسها وانقباضها، في ناس بتبقى العضله عندها قويه، في ناس بتبقى العضله عندها ضعيفه. البنات اللي مش بتلعب رياضه او بتمارس رياضه بتبقى العضله دي عندها ضعيفه، لكن لو واحده بتلعب جيم وسباحه ومثلا جمباز والحاجات دي كلها اكيد العضله دي هتبقى عندها قوية. عشان كده بنقول
لكل البنات لازم ممارسة الرياضة، خصوصا كمان قبل الزواج مارسي الرياضة، عشان العضلة دي لما بتبقى قوية بيعني ايه بتساعدك في العلاقة الزوجية. كمان كل السيدات بعد الحمل والولادة بسبب هرمونات الحمل والعضلات والولادة الطبيعي او القيصري لازم كمان بنعمل تمارين رياضية او بنمشي او بنعمل تمارين كيجل، كل الحاجات دي بتساعد على تقوية عضلات المهبل وبتحميكي كمان من بقى السقوط الرحمي والمشاكل اللي في الرحم عامة ليكي انت قبل زوجك وقبل العلاقة الزوجية. ففي فرق بين فتحة المهبل نفسها وعضلة المهبل. الجزئية التانية كمان اللي بنات كتير سألتني عليها، مثلا تقولي انا بنت وعذراء ومش متزوجه بس بحس عندي بغازات مهبليه، يعني وانا قاعده كده بحس ان في غازات بتطلع من المهبل، معنى كده ان انا ما بقتش عذراء، ان انا فقدت عذريتي؟ امال الغازات دي دخلت ازاي؟ حضرتك عذراء وزي الفل وبنت. الغازات المهبليه دي بتحدث لبعض البنات، سواء يعني البنات والسيدات، يعني بتحدث للسيدات المتزوجات غالبا بعد العلاقه الزوجيه، ان اثناء العلاقه الزوجيه والإيلاد بيدخل هوا يعني جوه، وبعد العلاقة كده بيخرج، حتى يعني بيعمل موقف كده يعني محرج ما بين الزوج والزوجة وبيتاخد بضحك وكده، يعني حاجة طبيعية وبتحصل. الغازات او الهوا اللي بيدخل ده بيبقى عايز يخرج ايه، يخرج تاني. طب بقى لو انا بنت بيحصل لي ازاي؟ بيحصل لك لان فتحة المهبل دي مش صماء، مش مقفولة كده، قلنا فتحة المهبل دي فيها ثقوب اللي بينزل منها دم الدورة، اللي هي فتحة يعني فتحة الغشاء، سواء فتحة واحدة او متعدد الفتحات، ففي فتحات في المهبل. الفتحات دي ممكن تكون انت بتلعبي رياضة او قعدتي بطريقة معينة او فتحتي رجليكي، فبيدخل برضو الهوا ده، بعد كده بيبقى حاجة بسيطة كده وبيخرج تاني، عشان يعني تبقى انت مستريحه او مش حاسه بالم في المهبل. لكن ده ملوش علاقه بعذريتك، انت عذراء وزي الفل، والغازات المهبليه دي عادي. وما تحطيش ايه حبايبي البنات اللي فتره المراهقه، ساعات ممكن شاب يضحك عليها او حاجه، وتفتكر انها مثلا لما تحب ولد ويمسك ايديها او يحصل تجاوزات تانية انها ممكن الحاجات دي تخليها حامل. فعندنا هنا واحده بتقول يا دكتوره انا رحت عملت سونار وانا ما طلعتش حامل، انا كده سليمه وعذراء؟ السؤال ده يدل ان يعني اكيد اللي بتساله يعني مراهقه او سنها صغير. يا بنات الحمل بيحصل بعد علاقه زوجيه، بعد علاج، بعد علاقه جنسيه كامله، بعيدا عن ان حرام حرام ان يبقى في علاقه ما بينك وما بين اي شاب ومفيش واحده فيكم حد شاب يضحك عليها وانا بحبك وانا هتقدم لك بس نقعد مع بعض فتره والحاجات دي كلها. الولد او الشاب اللي هيلمسك او هيشوف اي حاجه منك خارج الزواج عمره ما هيفكر فيكي كزوجه، هيرميكي كده وهيروح يعرف غيرك، وانت اللي هتبقي اتأذيتي نفسيا واتأذيتي جسديا، وممكن تتعرضي طبعا اكيد لمشاكل من اهلك. فحافظوا على نفسكم، مفيش اي علاقة ما بينك وبين شاب، اللي عايزك وبيحبك هيدخل ايه بيت اهلك ويطلبك بالحلال. يلا بينا السؤال اللي بعد كده الفظيع. انا مش عارفة السؤال ده هقوله ازاي، يعني ايه يعني سامحوني بس عشان الفايدة تعم والبنات يبقى عندها وعي. وانا صغيرة بنت خالتي قالت لي دخلي خيارة ودخلتها وصار دم، هل انا فقدت عذريتي؟ يعني انا مش هجاوب، يعني انا مش هجاوب، الله اعلم فقدت عذريتك ولا لا. لم اكن اتصور يعني حجم المصايب اللي ممكن البنات تتعرض ليها. حتى لو واحده صاحبتك قالت لك جربي كذا او اعملي كذا، انت ما فيكيش عقل خالص ان اي حد يقول لك اي حاجه تجربيها؟ حافظوا على نفسكم. انت يعني انا مش عارفه يا جماعه، المهبل ده مكان البيبي، مكان يعني ايه، يعني حطوا في بالكم ان هو مكان البيبي، مكان الدوره الشهريه، مكان علاقه زوجيه، مش مكان ان احنا نحط فيه اي حاجه. لو انت صباعك ده مضايقك قوي وعايزه تدخليه في اي حاجه دخليه في مناخيرك، دخليه في ودانك، لكن بتدخلوه في المكان الحساس الصعب ده ليه؟ ويعني وبعدين ال 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 الخيار والجزر بنعمل بيهم سلطه، لكن ما بنعملش بيهم حاجه تاني، ما بنحطهمش في حته تانية. مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اقول ايه، يعني قولوا انتوا، اكتبوا لي في التعليقات اروح فين ولا اعمل ايه، مش عارفه.
اخر جزئيه هشرحها في الفيديو ده وشرحتها في اللايف. دكتوره النساء قالت لي ان الصباع قطره صغير والبنات اللي كانت بتستكشف نفسها صباعها لا يفض الغشاء. امتى ممكن يفض الغشاء؟ لو مسكنا بقى صباعنا ده وقعدنا بقى نعمل كده. يعني انت لو عايزه تقوري كده، قوري محشي، قوري كوسه، قوري بتنجان، قوري اي حاجه، ابعدي عن المنطقه دي. نتعامل معاها يعني ببساطه اكتر من كده، ويكون عندنا وعي، وبلاش وسواس، وبلاش تبعتوا صوركم لاي حد، وبلاش تسمعوا كلام صاحباتكم، وحافظوا على نفسكم وعيشوا حياتكم، وحرام تضيعوا حياتكم في الوسواس واللي هيقضي على حياتكم. يعني شكرا ليكم، ويا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم.